بإحدى زياراتها الأخيرة للشرق الأوسط، أثارت النجمة العالمية أنجلينا جولي الجدل بوضع وشما جديدا على أصابعها، وقد نشر فنان تجميلي محلي صورة لإله معها عبر حسابه على إنستغرام وكشف عن تفاصيل الوشم الغامض. ووفقا للصورة ظهرت أنجلينا جولي وهي بتحمل وشم على أصبعها الوسطاني، ولكن لم يتضح ما هو شكله أو معناه. وعلق الفنان التجميلي قائلا: ما زلت لا أصدق أنني أمسكت بيدها ووشمتها، خمن ماذا حصلت على كفها. هذا الوشم الجديد أثار فضول الجمهور اللي بدأ يتخيل ما هو سببه أو رسالته. بعض المتابعين اعتقدوا أن الوشم موجه لطليقة النجم براد بيت وأنه بيحمل دلالة سلبية أو استفزازية، ولكن الفنان التجميلي نفى هذه الشائعات وأكد أن الوشم لا علاقة له ببراد دون أن يفضح عن مغزاه. يذكر أن أنجلينا جولي وبراد بيت انفصلا بعام 2016 بعد علاقة استمرت 12 عام، وكانت علاقتهم قد بدأت في عام 2004 عندما كان بيت متزوجا من الممثلة جينيفر أنستون اللي خان مع جولي. أنجلينا جولي معروفة بحبها للأوشام، حيث تزين جسدها بأكثر من 20 وشم تحمل كل منها قصة أو رمزية خاصة، ومن بين أشهر أوشامها هو اسم أطفالها المكتوب بخط الديوانة على ذراعها.